السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، أخباركم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين في الصحة والعافية. معكم هشام من قناة الكرة المغربية بالدارجة. نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، لأن الاشتراك هو اللي كيحفزنا أننا ننزلوا قدام إن شاء الله. باش ما نطولش على خوتي، وبقوا الآن مع أهم عناوين هاد النهار. نسيت صيامكم مقبول إن شاء الله. الاتحاد الافريقي يعلن عقوبة بحق الصفاقسي بعد شغب لقاء نهضة بركان. لاعب مغربي بطل حادث غريب في الكالتشيو. حقيقة تدريب هيرفيرونار لنادي الاهلي المصري. هودينغ حزين بسبب ضياع زياش عن هولندا. حقيقة انتقال وليد ازارو لفريق نهضة بركان. الشرطة الاسبانية تلقي القبض على سفيان بوفيل. بارك بوصوفي يتلقى صفعة قوية قبل كأس أمم إفريقيا 2019، فهل يعتزل بعد الكأس؟ أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارها في حق الصفاقسي التونسي بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة أمام بركان ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكاف. وبعد تقديم وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لدفوعات أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي من خلال عرض مدعوم بالصور والوثائق تعلقت كلها بأحداث المباراة ذاتها، قررت اللجنة التأديبية توقيف 3 لاعبين من النادي الرياضي الصفاقسي، ويتعلق الأمر بكل من وسيم هنيد وحسام دقدوق وأيمن الحرزي 4 مقابلات من بينها واحدة موقوفة التنفيذ ضمن منافسة الكاف. كما قررت توقيف المدرب المساعد محمود المصمودي وكريم غربال المرافق للفريق التونسي 6 مباريات ضمن مسابقة الكاف من ضمنها واحدة موقوفة التنفيذ. وقد تم تغريم لجنة الفريق التونسي غرامة مالية قدرها 40,000 دولار وجب تسديدها في ظرف أقل من شهرين. عاش لاعب خط الوسط المغربي لنادي ساسولو الإيطالي المهدي بوربيعة حادث غريب عندما واجه الأحد الماضي نادي تورينو في مباراة الجولة 36 من الدوري الإيطالي، إذ لم تدم فرحته بهدف ناديه الأول سوى دقائق قليلة. ونجح صاحب 27 عام المهدي بوربيعة في التقدم لنادي ساسولو عند الدقيقة 29 مفاجئا أصحاب الأرض، إذ كان احتفاله بالهدف سببا في طرده عندما حاول نزع قميصه قبل أن يتفطن ويرتديه بسرعة مرة أخرى، لكن الأمر كان قد قضي بعد أن أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه. ونسي بوربيعة الذي تحولت سعادته إلى حزن في ظرف دقائق أنه تلقى بطاقة صفراء أولى عند الدقيقة 28 من عمر المباراة، ما جعله يحتفل بتلك الطريقة المجنونة التي لم يجني من خلالها سوى بطاقة صفراء ثانية جعلت زملائه يعانون لحوالي ساعة من الزمن. واستغل نادي تورينو الطرد الذي تعرض له المغربي بعودة كبيرة في المباراة، إذ عدل الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي النتيجة، غير أن زملاء اللاعب المطرود نجحوا في ترجيح كفتهم مجددا لصالحهم عند الدقيقة 71، وهو ما حرك التور تورينو الذي استطاع التعادل وتسجيل الهدف الثاني والثالث في آخر دقائق المباراة. رجت في الفترة الأخيرة أنباء عن تدريب هيرفيرونار للأهلي المصري بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019. وحسب تقارير صحفية مصرية فإن هذا الأخبار لا أساس لها من الصحة، والمدرب مارتين لاساتري سيواصل مع الفريق. وحسب نفس المصدر فإن الإدارة الأهلية وضعت ثقتها كاملة في المدرب لاساتري لمواصلة المشوار رغم النتائج السلبية للفريق. أدلى غروس هودينغ المدرب الأسبق للمنتخب هولندا بتصريح صادم بخصوص النجم المغربي حكيم زياش مهاجم أياكس أمستردام الهولندي. رغم الاحتفالات الكبيرة بخطوة وحيدة تفصل مزراوي وزياش عن تحقيق الثنائية، وقال هودينغ في تصريح لموقع آلف فوتبول أنه حزين بسبب عدم تواجد زياش مع منتخب هولندا عندما كنت أشرف على الأورانج، وجهت إليه الدعوة للمشاركة في المباراة أمام لاتفيا، غير أنه تعرض لإصابة مانعته من التواجد معنا. يذكر أن زياش اختار الدفاع عن قميص أسود الأطلس بالرغم من الإغراءات الهولندية، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل ماركو فان باستن المدير الأسبق لهولندا أيضا.
وفرض النجم المغربي نفسه كأبرز لاعب خلال النسخة الحالية من الدوري الهولندي، كما ساهم بشكل كبير في المسيرة الرائعة لأياكس خلال دوري أبطال أوروبا. وشارك هذا الأخير في 48 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 21 هدفا وأهدى 23 تمريرة حاسمة. ويتواجد زياش على رادار عدة أندية كبرى تسعى للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتظر أن تشهد القيمة السوقية في موقع ترانسفير ماركت صعودا صاروخيا في الفترة القادمة لتصل إلى 50 مليون يورو. راجت في الفترة الأخيرة أنباء عن انتقال وليد أزارو لاعب نادي الأهلي المصري لفريق جديد، وذكر التقارير أن أزارو في طريقه لفريق نادي بركان، خاصة وأن المهاجم لاباكوجي بات قريبا من الأهلي المصري. وأشارت نفس التقارير أن هناك صفقة تبادل بين النادي الأهلي ونادي بركان. وحسب مصادر من النادي الأحمر، فإن أخبار رحيل أزارو لا أساس لها من الصحة، وأن لا توجد أي اتصالات من نادي بركان أو نادي آخر في الوقت الحالي. قالت تقارير إعلامية إسبانية أن الشرطة في مدينة فيغو ألقت القبض على الدولي المغربي سفيان بوفال وزميله في سلطة فيغو الجزائري رياض بدبوز، وهما يقودان دراجة كهربائية بدون رخصة. وحسب التقارير فإن الشرطة أوقفت اللاعبان كونهما يقودان الدراجة الكهربائية في منطقة المسموح بها، كما أنهما لا يحملان رخصة للسياق، زائد أنهم لا يتوفرون على تأمين. وأضافت التقارير أن ما أثار انتباه الشرطة هو أن اللاعبان كانا يقودان بسرعة 40 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة غير مسموح بها، ليتم فرض غرامة مالية قدرها 500 أورو على بوفال وبدبوز. ودائما حسب نفس التقارير فإن اللاعبان أبرز للشرطة أنهما يلعبان لفريق سيلتا فيغو قصد تخفيف العقوبة وعدم فرض غرامة مالية، إلا أن الشرطة لم تبالي وطبقت القانون كما يجب. تلقى اللاعب المغربي مبارك بوصوفة صفعة قوية قبل كأس الأمم الإفريقية 2019. وحسب موقع جول العالمي فإن فريق الشباب السعودي الذي يجدد عقد اللاعب المغربي، وانتقل وصوفا لنادي الشباب في الميركاتو الشتوي الفارط بعقد يمتد لستة أشهر قابل للتجديد، ولكن إدارة الفريق قررت التخلي عنه بالإضافة إلى الروماني كونستانتين. وهنا يطرح سؤال، هل سيجد بوصوفا ناديا جديدا بعد كأس أمم إفريقيا، أم أنه سيقرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة كبيرة وحافلة؟ خوتي خوتاتي، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة ضروري، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدوما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.